تعرف فلان؟ فلان النهاردة هو شخصية كانت عندها كل أسباب الفشل لكنه قرر إنه ما يفشلش. فلان النهاردة هو أرميا النبي. تخيل يا صديقي العزيز إنك مولود في مدينة كلها فساد وضخم، حالة تخلي أي طفل يكبر على فساد ومحدش يقدر يلوم. لكن أرميا كان طيب وكان حزين جداً من حالة الفساد والشر اللي كان فيها بلده، وكان عارف متأكد إن ربنا مش مبسوط خالص باللي بيحصل. وبالفعل نادى الله أرميا عشان يبدأ نبوته، وكان مطلوب منه إنه يوبخ ويقف قصاد فئات الشعب كله، الملك والرؤساء والمعلمين والكهنة وكل الشعب. بس خلينا نسأل سؤال مهم، يا ترى أرميا كان عنده كم سنة في الوقت ده؟ خليني أقول لك إن كان عنده 20 سنة. أيوة 20 سنة، ومطلوب منه ده كله. طبعا هتقول لي انه اكيد هيرفض، وطبعا مستني اقول لك لا لا لا، وافق على طول وقرر يعمل كده. هو بالفعل في البدايه خاف واعتذر عن المهمه الصعبه دي لصغر سنه. القديسين والانبياء كلهم بشر يا عزيزي، وعندهم لحظات ضعف زينا بالظبط، لكن زي ما هم عندهم لحظات ضعف زينا، احنا كمان لازم يكون عندنا الشجاعه وقوه ربنا اللي بتبعد كل لحظات الضعف بسرعه. وزي ما ربنا قال لأرميا، قبلما صورتك في البطن عرفتك، وقبلما خرجت من الرحم قدستك، جعلتك نبيا للشعوب. لازم برضو كلنا نعرف اننا من قبل ما نتولد ومن قبل ما نكبر وحياتنا وشخصيتنا بتتكون، ان ربنا خلقنا لرسالة معينة لازم نعرفها ولازم نحسها ونعملها ونعيشها مهما كانت صعبة ومهما كانت الشرور حوالينا. لازم ما نخليهاش توقفنا عن الحياة في صورة السيد المسيح. مهما نتعرض لسخرية وضغط وخوف، لازم نعرف ان ربنا معانا في كل لحظة، ومهما كان يبدو الامر صعب لازم نتأكد ان رسالتنا في الحياة هي تغيير كل شر وفساد الى خير وحق.